قاعد نسميه برنامج، احنا نقول عنه لمة رمضانية، جلسة رمضانية، ديوانية، زي ما تحبون. كنت متردد جدا اني ادخل السوشيال ميديا. انا اقول 10 سنوات امثل ما حد عارفني، عارفيني 5 اشخاص من اسمايل. نعم. نصهم يخصوني اصلا. يعني اذا الفن ما تحول الى بزنس بطريقة فنية. اول شيء ارحب فيك، ارحب في الزملاء اللي معك، ما شاء الله انا مستمتع معاهم وناس مبدعة وفنانة. فبالتالي لازم احنا نلبي احتياج السوق. اشوف خيالك، أشوف خيالك في. قدمنا شيء باسم عمان، ويعني المسرح دائما نقول بخير. يعني إن المسرح كفن وكثقافة هو تجربة تراكمية لا يمكن أن تأتي بين ليلة وضحاها. والله يعودكم إن شاء الله على هالأيام الجميلة إن شاء الله. من المسلسلات اللي عادت للدراما العمانية وهجها نوعية من النقد تكون يعني قاسية وايد. أحيانا المشاهد ينظر إلى العمل نظرة سطحية. ما شاء الله عندي جيش من المتابعين. حلو. الحلقة بعدها ما مخلصة ألاقيهم راسلينها في سناباتهم. يكون في عندك فيه هاجس، لكن لما يكون عندك شغف تستكشفوا هذا الشيء. فحبي للاستكشاف، حبي للسفر، حبي للتعرف للثقافات المختلفة. فهذه لجنة نستشعر أن فعلا هي صناعة بطل قادم للرياضة العمانية. الاتحادات ما كانت معنية بالاهتمام بالمنتخبات النسائية، لكن هذه النتائج تكون منقوصة إذا لم تتوفر لها عناصر النجاح الأخرى. وهذه القاعدة مفروض أن تنتقل كل سنة نقلة نوعية إلى الأفضل. المهرجان كفعاليات قائم يحتاج الاستراتيجية كاملة عن الترفيه. المهرجانات تكون شيء أساسي فيه، لكن أيضا عندنا مكونات أخرى غير المهرجانات. كل هذه الأمور إذا لم تأخذ في الحسبان في عملية التخطيط المستقبلي معناته إحنا ما راح نطور. شنك سرد التلفزيون وكذا شني زوكت وما عمبان إيش مجرد ساقو. رمضان كريم. وانشان هاو جايوية جيشيان. رمضان كريم، مساء الخير. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, heute Abend beim Romanischen Fernsehen zu sein. أهلا وسهلا فيك سعادتك. برنامجنا أكيد هو برنامج تراثي، وعمان والإمارات تراهم تراث واحد يعني. نشكر برنامج ما قبل الواحدة، نشكرك أنت يا أخوي عبد الله. العمانيين دائما يعني بيكونوا عاملين لي طبق دائما، مرات يا أردنية، طبق من الشام. نعم. مو ما بغنزل لهم المسكونين ولا نازل لهم والله صدقني يا ولدي تو مسكت عني. الله يسلمك. وعارف قبضك. إذا كنت بتفرح وبتعرض بتحس بالبطولات. نعم. خليك سباوي ثانوية. أرجوك أرجوك أرجوك. والحماس مبدع. أها. يلا يا مصراوية. يا منتخبنا عمان انت في بر الامان، غنوا معي دان دان سلام يا حمر سلام.